متابعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. صح رمضانكم، صح فطوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، ونحن في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى كل الخير، كل الخير للجزائر وللبلاد العربية والإسلامية جمعاء. في الحقيقة عندي في بداية لقائنا اليوم أردت أن أنبه وأنوه أنه إن شاء الله يوم السبت القادم، يعني يوم 15 أفريل هنا بمقر الحوار، راح يكون منتدى مهم جدا. أنا أدعو إليه كل المهتمين بهذا المجال، نحن نتكلم على الأطماع التوسعية للمخزن في ميزان التاريخ وأيضا الواقع. الذين راح يعني أطروا هذا المنتدى هو اللواء عبد العزيز مجاهد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة، وراح يكون أيضا ولأول مرة معنا الصديق العزيز الدكتور محمد دومير، وأيضا حيكون الدكتور محمد صالح بارودي، وأيضا مؤرخ. رايحين نتكلموا بالتفصيل الدقيق، دقائق التفاصيل في التاريخ حول الحدود ما بين الجزائر والمروك. رايحين نتكلموا فيها بحضور مجموعة من الخبراء، مجموعة من السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين، رايحين كامل يحضروا هذا المنتدى. قلت لكم يوم السبت القادم إن شاء الله، يوم 15 أفريل. وهذه دعوة مني لكل المهتمين بهذا المجال أنهم يكونوا موجودين معنا. طبعا بالنسبة للمتابعين الكرام بإمكانهم متابعة البث المباشر لهذا المنتدى اللي راح يكون طبعا متزامن على قناتنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب. هذا بخصوص المنتدى اللي رانا نجهزه له. وإذا دخلت من هذا المنتدى، إذا ما دامني درت هذا المنتدى مدخل، هو داخل في إطار التوعية، حملة توعية الجزائريين وأيضا الشرفاء والذين يهمهم الأمر من المروك أو من العالم العربي. حابين نديروا حملة توعية وحابين نعرفوهم على الحقيقة. احنا منذ سنوات تقريبا والجزائريين ما توقفوش على تقديم الأدلة التاريخية الدامغة لنواجهها دائما، أو بوسبير الطرف الآخر ما يعطيناش حقائق تاريخية، الطرف الآخر يعطينا خزعبلات، يعطينا أكاذيب، يعطينا حملات ذباب إلكتروني. اليوم قرأت في الأخبار أنه المخزن دفع 150 مليون دولار في تمويل الحملات الإلكترونية والذباب الإلكتروني، راه يدفع 150 مليون دولار. 150 مليون دولار لو كان حل بها مشاكل الشعب المروكي اللي راه الآن المجتمع في غليان اجتماعي داخلي لكان أفضل وأكرم له. يعني هذه القنوات اليوتيوبية ولا القنوات الفيسبوكية والتيك توك والوجوه القميئة القذرة اللي راها تشن في حملة سب وحملة شتم وحملة فتنة ضد كل ما هو جزائري جاية من عندهم، راها مولها المخزن ب 150 مليون دولار، فضلا على الرشاوة والفساد المفضوح أمام العالم كله من أجل قضية، سواء من أجل قضية الصحراء الغربية أو من أجل تحييد والإساءة للجزائر في المحافل الدولية، اللي من ضمنها البرلمان الأوروبي. راكم شفتوا الفضيحة بجلاجل كما يقولوا، المدوية اللي تورطوا فيها شخصيات من البرلمان الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي، متورطين في قبول رشاوى من المخزن من أجل قضية الصحراء الغربية، وأيضا قلت لكم من أجل مضايقة الجزائر في قضاياها. هذا هو المخزن.
فاحنا من احنا ما نتعاملوش المعامله القذره نتاعهم. في الجزائر مش موجوده هذا السلوك، في الجزائر احنا رجال، نبدا المعارك رجال ونكملوا رجال، ما ننشروا اكاذيب، ما ننشروا اشاعات، ما نطعنوا في الشرف، ما نطعنوا في الاعراض، ما والو. احنا نتكلموا راكم تشوفوا فينا، نتكلموا نعطوا لهم حقائق، واحيانا من لحيتو بخرلو نعطوا لهم حقائق من عندهم من صنيع ايديهم، ما نجيبوش حاجه من عندنا احنا. انا في نتكلم على نفسي، اللي ممكن محتوى قاسح شويه، محتوى حاد شويه، سواء في الحوار او في 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 صفحتي الخاصه تاع الفيسبوك ولا في قناتي الخاصه تاع اليوتيوب، شويه حار معهم، ولكن ما اقدمه هو ما يقال وما يراج في وسائل الاعلام الرسميه الاجنبيه. شفتوا انا لما كلمتهم على السياحه الجنسيه وجعتهم، رغم انني مش انا اللي اخترعت هذا الكلام ولا جبت هذا الكلام، انا ما جبت حتى حاجه من عندي، ما يقال في وسائل الاعلام الاوروبيه، وسائل الاعلام العربيه، ما جبتش حاجه من عندي اطلاقا. نتحداهم، انا عمري في حياتي ما تصرفت التصرفات نتاع جيمس بوند، نقول لهم انا عندي مصادري الخاصه وكذا. عمركم ما تسمعوا هذه الكلمه من عندي، انا ما عنديش مصادر خاصه ولا اعتمد على اي مصادر خاصه، ما عندي شبكه تاع جواسيس، ما عندي. انا يا انسان اعلامي عام عادي جدا، انقل ما اقراه في الصحف، انقل ما اشاهده في القنوات الفضائيه، وما استمع اليه من كلامهم من اللي حيتو بخلو. ولكن اللي يعتمد هذه الاساليب تاع جيمس بوند وانا عندي والناس ما عندهاش، وعندي وثيقه سريه وثيقه حصريه، الكذابين هذون طبالين هذون، هذا اسلوبهم القذر واسلوبهم الحقير. علاش انا مانيش قادر مثلا نروح نفبرك بالبي دي اف وفوتوشوب، نفبرك امور ونكذب على الناس وكيما راهم يديروا هما في حملاتهم، قادر نديرها. يعني نتكلم عن الحملات اللي تستهدفني انا شخصيا ولا تستهدف بلادي، شفناهم يعني مونتاج مثلا الشيخ حسان ربي يحفظه وربي ربي يكرمه من مصر، الشيخ محمد حسان دار واحد المره محاضره يشكر فيها الجزائر ويمدح فيها الجزائر، يروحوا هما الذواب الالكتروني تاعهم يجتزئ يقتطع من كلمته ومن محاضرته جزء يتكلم فيه على حال الجزائر لما كان فيها الاستعمار الفرنسي. راحوا هما نقلوا هذاك المقطع وعمموه وقالوا شاهد حسان يسب الجزائر، وحشاه ان يفعل ذلك. محمد حسان ماهوش هذاك الجرذ المجاري، فار المجاري، مخنز هذاك وش اسمه، عماد فواز، مش كيف كيف هذاك المخنز عماد فواز، مصري فايح، من المصريين اللي ما يصلحوش، من المصريين الفايحين، مخنز. احنا في الجزائر نقولوا مخنز، يعني خانز، يعني مسخ، فأر يقتات على الأوساخ، فأر مجاري، وأنا مانيش غلط. وانتبهت بالمناسبة، راني انتبهت الأمر، هو قال أنه عضو نقابة الصحفيين المصرية. مليح، هذا نداء مني أنا مصطفى بونيف، نداء مني إلى كل الإعلاميين الجزائريين المقيمين في الجزائر واللي عاملين في الخارج، نداء مني إلى كل المحامين ورجال القانون، نداء مني إلى المصريين الشرفاء والإعلاميين المصريين الشرفاء وما أكثرهم، راه على بالي كثير منهم يتابع القناة تاعي. هذا بلاغ مني إلى نقابة الصحفيين المصرية، راه يقول عماد فواز هذا راه قال باللي راه عضو نقابة الصحفيين المصرية. هل يحق لكم يا نقابة الصحفيين المصرية، هل يحق لصحفي مصري مقيم في المروك، مقيم في الرباط، أنه يشتم الشعب الجزائري ويشتم شهداء الجزائر ويشتم الحكومة والقيادة الجزائرية؟ هل يحق له ذلك؟ هذا مصري مقيم في الرباط، شغله الشاغل كصحفي راه يقول باللي ينتمي لنقابة الصحفيين المصرية، هل يحق له ذلك؟ خاصة أنه لا توجد مشاكل ما بين الجزائر ومصر، بالعكس هناك صداقة وهناك مصالح مشتركة. العلاقات الجزائرية المصرية راها في الفترة الأخيرة انتقلت إلى مستويات عالية جدا من الصداقة ومن التعاون. واحد كما هذا صحفي مصري، هذا صحفي مصري راه يقول باللي راه عضو كامل الحقوق في نقابة الصحفيين المصرية،
شغله الشاغل، عمله الإعلامي الوحيد هو شتم الجزائر من الرباط. رجاء نريد توضيح من نقابة الصحافية المصرية ولا تتحاسب معه. احنا رانا راسلنا السفارات، انا نتكلم على نفسي، راسلت السفارة المصرية والقنصل المصري في كل يوم نبعث له هنا في الجزائر. الإخوة الجزائريين المقيمين في مصر ايضا راسلوا سفير الجزائر في القاهرة وقالوا له واش راه يوقع. انا يا شخصيا درت فيديوهات ودرت نداءات سواء للمخابرات المصرية ولا للرئيس المصري. انا راني ندير في واجبي كجزائري يحب بلده ويغار على بلده، وما نحبش نسمع كلام سيء على بلادي من اي كان، ما بالك اذا كانت من مصري ومن ناس من مصريين اللي احنا نتوسم فيهم الخير. راني الى غايه هذه اللحظه رانا نعتبرهم اخوتنا وشركائنا، لكن الإساءات هذه إذا استمرت من هذا عماد فواز بالذات لأنه أصبح يظهر أمام الجميع أنه مكلف بمهمة، هل يحق وهل يجوز أن يصبح الإعلامي المصري الصحفي المصري على آخر الزمن يولي وسيلة ولعبة في يد المخزن أو في يد أي نظام من الأنظمة، في حين أن الجزائر ما عدناش على صحفيين مصريين يشتمون المغرب، ما عدناش أو يشتمون مصر، ما كانش، ما عدناش. الجزائر كاين مصطفى بونيف، كاين دومير، كاين مجموعة من الصحفيين والإعلاميين المعتمدين، أنا عددنا قليل جدا لرانا نخوض هذه المعركة وبشرف. قلت المروك عنده 150 مليون دولار مخصصها لهذا التجيش، هذا عماد فواز وجماعة راهم يقبضوا من 150 مليون دولار هذيك اللي المفروض تروح للفقراء المراركة، هاي تروح لعماد فواز والاشكال هذه وراس السلحفات هذاك اللي راه راس السلحفات شو اسمه سعد الله شرعي والمجموعه هذيك، هي رايحه اموال المراركه رايحه في حرب قذره. منها قلت يجتزئون يدوا شويه من الكلام، يفتروا الكذب كما راهم دايرين عليا انايا واحد والله ما قدرت نحسبهم، يعني في اخر مره قريب تقريبا 200 قناه دائما تلقى فيها مصطفى بونيف، حقائق مصطفى بونيف، هذا هو الكذب، يعني الكذب والله احيانا يعني نضحك، يعني نقعد نضحك ونتعجب، نقول المستوى نزل هبط 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 من مراركة الى الدرك الاسفل، يعني بما اكد لي باللي ما بقى المخزن، هذه علامات النهايه تاعو، هذه أبشر بها الجزائريين وأبشر بها أيضا المراركة الأحرار، المراركة الأحرار هذه دليل على قرب نهاية هذا النظام الفاسد، راه رايح إلى زوال خلاص. من اللي عاد يعتمد على الكذب والخرطي، تايا مثلا دومير يروح يجيب لك مادة تاريخية يجيبها لك من أمهات الكتب، ولغويين نقولوا أمهات الكتب، يجيب المعلومة موثقة مسطرة مواجدة جاهزة، عندنا محمد صالح بارودي يتكلم بالأدلة التاريخية وبالقرائن التاريخية، احنا الإعلاميين عادة نجيب بما هو موجود بما هو كائن دون تلفيق دون تزوير دون كذب، دون في حين أنه يكون الرد من جهة المروك هو الاستفزاز الصياح كالنساء والكذب، كيقولوا الصياح كالنساء رانا صايمين مش النساء الصالحات، المرأة الصالحة راه هي صالحة، رانا نحترموا النساء، يقول لك راه عدو المرأة ولا لا، احنا رانا نحترموا خواتاتنا النساء، لا، ولكن أنا أقصد نوع معين الصياح اللي ما موش مليح. والكذب يعني الكذب التأليف وصل إلى مستويات منحطة. أنا والله العظيم ساعة ساعية وصلني فيديو يقولوا لي شوف شا يقول عليك هذا المروكي، ندخل نشوف يعني نقعد نوحد في ربي نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شوف المستوى اللي راهم لحقوا له، لا إله إلا الله. يعني أنا في حياتي ما نتجرأش، يعني في كي نكون قاعد مع أصحابي مع أصدقائي هكذاك جلسة ما فيهاش تصوير وما فيهاش كاميرات، ممكن نكون قاعد مع زوج ولا ثلاثة من الناس، والله ما عندي الشجاعة أنني نتكلم الكلام اللي هم يقولوه في اليوتيوب ويديروا قنوات ويبثوه على نطاق واسع. الكذب والطعن في الأعراض، طعن في الأعراض، يظهر أنه مسألة الأعراض عند المراركة فعلا مقترنة بالسياحة الجنسية اللي مشهورين بها، الظاهر أنه عندهم الأعراض يمضغوها كي العلك عادي، يقول لك فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه ويدخلوا. والله أنا أقول لك أنا والله من خصص قناة ومن رد على واحد من هذول ردش عليه، مانيش أنا من نوع تاع الناس اللي نجي نقول لك أنت تكذب ونبدأ نعطيك، لا 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 لا، هذا الأمر
نخليها لك، نأجلها لك إلى يوم القيامة إن شاء الله، نهار اللي نتقابلوا قدام رب العالمين ونواجه رب العالمين، ثم ندي حقي أنا، ثم ندي حقي أنا، راني قلتها ونعاودها، رانا في رمضان. اللهم إني نويت العرض نتاعي عرضي في سبيل الله، في سبيلك يا رب العالمين. أنت يا رب العالمين الكفيل بدحض ما يفعلون. هذه اللي نقولها أنا، عندي الدعاء في جوف الليل. إحنا لما تكلمنا، لما نتكلموا إحنا على ملك فاسق وملك فاسد ألفت هاك عندي في البيت هاك، كل يوم كل يوم تصلني كتب كتب هاك، يعني مؤلفة ومنتشرة في المكتبات، خاصة المكتبات الأوروبية، اللي تتكلم على سلوك الملك وعائلة الملك والطوايش اللي موجودة في القصر تاع المخزن. احنا عندنا كتب تجينا، عندنا وثائق دوكيمونتير، يعني تلقى تشوفوا في التيافات، تشوفوا في في ال سي، تشوفوا في القناة الألمانية هذيك دوتش فيل، تشوفوا في مختلف وسائل الإعلام واضحة، يعني جاية من هناك. احنا رانا نجيبوا هذيك المادة، كما يقول المثل ناقل الكفر ليس بكافر. نقول لك انا ها شفت الإعلام الغربي اللي تحبوه انتم يا المراركة، انتم يا المراركة تحبوه، احنا ما نحبوش، انا واحد من الناس ما نعتمدوش، ما نحبوش، لكن ثم تحبوه شوفوا واش راهم يقولوا عليكم، تحولتم حولوكم الى صهاينه وانتم راكم مش حابين. حنايا كاع الجزائريين، انا تبعت اليوتيوبر الجزائريين الاغلبيه نتاعهم او الاعلاميين المعتمدين كما الحاله نتاعي، صحفيين اللي موجودين في الساحه، والله كامل يتكلموا بالحقائق، وما عندناش هذيك العقليه تاع جيمس بوند، ما عندناش وما نكذبوش، كاش ما كانش اعلامي جزائري يكذب، يجيب واش كاين ويقوم بعمليه تحليل. بالصح في بوسبير كاين شيء اخر، بوسبير وانا اقصد بلفظ بوسبير اني قصد به فئه معينه عارفه روحها، ما مانيش نعمم، انا كي نقول بوسبير راهم عارفين رواحهم، بوسبير المخزن وما حول المخزن والمتعاطفين مع المخزن، هذا اللي راه يذل في الشعب في الداخل ويهين في صوره المملكه في الخارج، ولا صوره المروك في الخارج. احنا رانا نمدوكم في حقائق، هداكم رب العالمين، درتوا عقولكم في روسكم راكم تفهمونا ما فهمتوناش، الله يسهل لكم، فخار يكسر بعضه. احنا في الاخير الرئيس تبون نقولوا له بني سور، ما تخليناش احنا نختلطوا بناس كيما هذا. الجزائري والله ما يكذب، راني نتبع، راني نشوف، عندنا بعض الفلتات، عندنا بعض الشباب هكذاك شويه مندفع في المعركه شويه، بصح ما كانش كذب. بوسبير لا، بوسبير كذب، الكذب الكذب والتلفيق والعدم، مساله الاعراض عندهم كل لبان يمضغوها كيما العلك، وهذا قاع من أجل واش؟ من أجل تغليط المراركة في الداخل، الشعب ما يفيقش يبقى مخدر، بالإضافة إلى المخدرات والقنب الهندي اللي راه يزرع على نطاقات واسعة، وفي كل مرة تزيد المساحة نتاعو وكل مرة تزيد الضرر نتاعو، بالإضافة إلى القنب الهندي راهم يديروا لكم في قنب إلكتروني، راهم يزطلوا في الشعب المروكي، أي واحد يشوفه برز وبدا يبين في الحقائق يحرشوا عليه الكلاب هذيك، يطلقوا عليه الكلاب هذه، عماد فواز واسعد الرص السلحفات وجوقة الكذابين والطبالين اللي ما مش يخدموا في مصلحة الشعب المروكي. مصلحة الشعب المروكي هي الجزائر، لو كان جاي يعرف، لو كان حابين ينبهوه، مصالح نتاع الشعب المروكي في الجزائر. نعم بالجزائر، ما المفروض، هذا هو المفروض، لكن المخزن يغمض لهم في عيونهم ويعمي فيهم بالإعلام الكاذب هذا، ويقول لهم لا لا، المصلحة نتاعكم مع الكيان الصهيوني، راكم يهود، هكذا 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 راهم يوصلوا لكم. أنا والله غير تفرجت قبل ما نختم، والله غير شفت واحد الفيديو ما نقدرش نديره في القناة تاعي من باب الملكية الفكرية، بصح والله غير شفت واحد الفيديو يقطع القلب، والله غير يقطع القلب، يعني خبير فلاحي مروكي يتكلم على عملية نهب البذور التي وقعت على في الفلاحة المروكية، سرقوا لهم اليهود، يسرقوا لهم في البذور ويستغلوا في الأراضي تاع المروك لمصلحتهم، لمصلحة الكيان الصهيوني، لأنه على حسب ما فهمت من الفيديو كاين مشكل كبير في الآن في الكيان الصهيوني، ندرة المياه والمياه نتاعهم المالحة أعتقد، قال يعني شريط طويل تقدروا تلقوه في اليوتيوب، خبير مروكي يتكلم، ولا غير خبير مروكي يحكي، قال لما ودي المياه الجوفيه في اسرائيل ولات مالحه وكاين مشكل في الفلاحه، الان راهم حابين يستغلوا الفلاحه المروكيه لصالحهم، وانا قلتها لكم البدايه، قلناها لكم ولا غير قلناها لكم، والله الكيان الصهيوني ما جاش يمد لكم، جاي ياخذ من عندكم، جاي يسرقكم،
المخزن جاب لكم لص، جاب لكم سارق يسرق جيوب المراركة ويسرق من خيرات المروك ويسرق من وعي المروك. وأنا أتعمد نقول المروك، راني أتعمد، لأنه المغرب، كلمة المغرب أصبحت تستغل استغلال بشع من طرف المخزن. أنا نقول لكم المروك حتى نروح المخزن هذا ونشوفه ومن بعد ندرس القضية. راه يسرق، يسرق فيكم عيني عينك، ما هو جاي، ما هو راح يدافع عليكم، هذه تأكدوا عسكريا، والله ما يسلككم، والله ما تسلكوا، والله ما يسلككم الكيان الصهيوني، يسلك روحه هو قبل، ما هوش قادر. وشوفوا الشعوب الأخرى وشوفوا الدول الأخرى اللي دايرة تطبيع، روحوا شوفوا الأردن وشوفوا مصر، إذا أغناهم ما أغناهمش، أخذ من عندهم وراه جاي عندكم، ثم يأخذ من عندكم، وكما راه يأخذ من أموال الخليج. هو الكيان الصهيوني كيان سارق، كيان لص، جابوا المخزن عندكم باش يسرقكم وباش المخزن يحافظ على الملك نتاعو، لأنه الحسن الثاني أصلا جال الحكم وتم توطيده في الحكم بفضل الكيان الصهيوني. يعني كان هذا افتتاحيتي ولا كلامي معكم نهار اليوم، نلتقي إن شاء الله في الغد إذا كتب رب العالمين. لذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.